كتب كتابا فهو عنده تحت العرش او فوق العرش على روايات
إن رحمتي سبقت غضبي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولولا هذا لكان الخلق لهم شأن آخر. أنت مفروض يعني كل ركعة من ركعات الصلاة بتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لابد لما تيجي عند كلمة الرحمن دي تتهز. ليه تتهز؟ تتذكر أن رحمته سبقت غضبه. غضبك أنت مع اعتبار ولدك ولدك ملكا لك، ماذا يجعلك تصنع؟ الولد أول ما يعمل حاجة صغيرة كده بتروح ضرب الضربة، محدش يقدر يقول أنت بتعمل معاه إيه؟ يقول لك ده ابني، أنتوا مالكم؟ ده ابني أفعل معه ما أريد. الولد أنت قلت له يا ولد هات لي كوباية مية، ما سمعش الكلام، تروح جايبه ضربه الضربة، محدش يقدر يراجعك ليه؟ طب أنت بتعمل معاه كده ليه؟ لأنك تظن أن لك حقا على هذا الولد. ازاي ابوه يقول له هات لي ميه وما يسمعش الكلام؟ ازاي؟ كبيره قوي. ينفع ابن الجيران ولا الراجل اللي ساكن جنبك يقول لك يا عم انت بتعمل ايه؟ بتضرب ولادك ليه؟ ما حدش يقدر يقول لك حاجه ليه؟ هذا الرجل انما يفعل هذا لانه يظن ان ولده ملك له، وان من حقه وسلطانه ان يفعل مع ولده ما اراد. فلو أن الله تعالى لم يكتب أن رحمته سبقت غضبه لكان مع الخلق شأن آخر. كان كل ما تعمل معصية خلاص أنت بطل، تحمل مسؤولية معصيتك، أنت راجل. الكلمة التي خرجت منك ينبغي أن تحاسب عليها. ليس من حقك أن تطالب الله أن يعفو، ليس من حقك أن تطالبه أن يغفر ويستر. هو أنت مش راجل وأدي كلمتك وعملت اللي أنت عاوزه؟ خلاص أنت فعلت من حقه أن يفعل. لكان للخلق شأن آخر. يبقى هو رزقك، خلقك من عدم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يعني ما أنتش مكسوف على دمك، يبقى هو الذي خلقك من عدم وأنت عمال تعبد واحد تاني وتطلب من واحد تاني وتستنصر من واحد تاني وتتولى غيره وتطلب من غيره. أن تجعل له ندا وهو خلقك، بقى يبقى هو رزقك وخلقك من عدم وبيسقيك. وانت نفسك لو انك حكمت على مشارب البشر لمنعت اقواما من ان يشربوا. لو ان الله تعالى جعل اليك الماء انك انت المسؤول عن الميه، شرب اللي انت عاوزه ما تشربش اللي انت عاوزه. هيجي ناس كتير تقول لهم ما يسهلوش شربه الميه. انت يا بشر يا من ليس لك حق على هؤلاء ستقول هؤلاء لا يستحقون شربة الماء، ولن تكون ظالما لأن هؤلاء مستحقون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. لو أنتم الخزائن دي معاك أنتم ما كنتوش هتطلعوا حاجة، إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لو انت اللي متحكم على مصائر العباد ما كنتش هتغلط. الله تبارك وتعالى لما قال له ابراهيم عليه السلام وارزق اهله من الثمرات، ما قالوش ارزق الناس كلها وكده. ابراهيم استعمل القواعد العقليه المنطقيه فقال وارزق اهله من الثمرات من امن منهم، بس هم دول اللي يستاهلوا. التانيين هياخدوا نعمك ثم يحاربوك بها، دول ما يستاهلوش. وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. ماذا قال الله؟ قال ومن كفر كمان دول هيشربوا ياكلوا. لماذا قال الله ذلك؟ لان رحمته سبقت غضبه. لو لم تكن رحمته قد سبقت غضبه لن يكون ظالما، وما ربك بظلام للعبيد. لكن انت محتاج تخضع وتخضع بانفك في التراب ليل نهار ساجدا باكيا لأنه كتب على نفسه الرحمة. مين اللي قال يا رب اكتب على نفسك الرحمة؟ وهل كان أحد موجودا لما كتب الله على نفسه الرحمة؟ دي معاني لابد أن نفهمها. كتب ربكم على نفسه الرحمة. لو كان الأمر بخلاف ذلك كان اللي يعمل معصية مع كل اللي ربنا بيديهوله كان يستحق أن يفجره الله تفجيرا، أو ما يعمل معصية ينفجر زي الكواكب ما بتنفجر، ولا يكون هذا ظلما من الله. لكن رحمته سبقت غضبه. قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. الله تعالى كتب على نفسه ايضا ان يجمع الناس ليوم معلوم، يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين.
ايه ده؟ هذا اليوم على ما فيه من أهوال نعرفها، وفيه من عذاب للظالمين، وفيه نار، وفيه عرق يعرق الناس حتى يغرق بعض الناس في عرقهم، كل هذا من آثار الرحمة. طبعا هذا من آثار الرحمة. تخيل أيها المظلوم في الدنيا أن الله تعالى لم يجعل يوما يحاسب فيه الخلائق ويقتص فيه من الظالم للمظلوم. كان يحصل إيه للمظلوم؟ المظلوم اللي اتخذت أرضه واللي اتخذ فلوسه بغير وجه حق، وما استطاع أن يثبت ذلك في المحاكم الوضعية الوضيعة التي لا تحكم شريعة الإسلام، ما استطاع، بل حتى لو كانت محاكم شرعية وليس عنده أدلة يستطيع أن يصل بها إلى حق، ماذا ترى هذا أن يفعل؟ تريدون منه أن يموت كمداً؟ مش كفاية يبقى موته خراب ديار؟ مفيش حاجة تسلي قلبه؟ مفيش حاجة تهون عليه هول المصيبة؟ ده اتاخد منه كل حاجة مش قادر يثبت، فضل طول حياته يتعذب ومرمي في الزنازين تحت الأرض وما علم به أحد حتى مات. هذا يموت هكذا بحسرته؟ ما الذي يسلي هذا الرجل ويسلي قلبه؟ الذي يسليه أنه يعلم أن هناك يوما آخر، هو مش ده آخر الأيام، ده لسه، إن موعدنا الله، الله الموعد، هو خلاص أنت مت وأنا مت الموضوع راح؟ لا، ده سيأتي القاتل والمقتول يجر المقتول القاتل من ثيابه يقول يا رب سل هذا فيما قتلني؟ إيه اللي خلاه يقتلني؟ أنا كنت عملت إيه عشان يقتلني؟ أنتوا فاكرين الموضوع هيعدي كده؟ ده من آثار رحمة الله أن يكون هناك يوم يجمع الناس فيه حتى مع ما فيه من الأهوال العظيمة، فهذا من آثار رحمته سبحانه وتعالى. ليجمعنكم ليوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم يقول الله تعالى الذين خسروا أنفسهم، كمان لازم تقف، الذين خسروا أنفسهم بعد أن كتب على نفسه الرحمة، ده هو كتب على نفسه الرحمة ورحمك من أول، من قبل أن يخلقك ولاحظتك رحماته حتى كبرت وحتى فعلت ما فعلت وبعد كده برضو فلت واستحققت نار جهنم. الذين خسروا أنفسهم بعد أن كتب الله تعالى هذه الرحمات، بعد أن أرسل إليك الرسل، بعد أن هيأ لك الأسباب، بعد أن أراد لك الهداية وبين لك طريقها وانت مش عايز تسمع الكلام، بعد كل الألف رحمة دي، بعد إنك تتولد تلاقي عندك رصيد من الحسنات وتطلع في الآخر مديون عليك، ده الناس العدل، قمة العدل إنك تتولد صفر، العداد بتاعك على الصفر لسه طالع وتبقى هكذا إلى أن تبلغ والعداد صفر. أنت ما بتبدأش بعداد صفر، أنت تبدأ بكرم الكريم بعداد فيه ملايين من الحسنات. من أين جاءت هذه الحسنات؟ من كرمه تبارك وتعالى. هذا الرجل رفعت امرأة صبيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري، قالت يا رسول الله صبي رضيع، ألهذا حج؟ يعني أنا جاي بابني معايا الحج، الواد ده يعني ينفع له الحج ده ينفع معاه؟ قالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. يعني الولد ده بتحسب له حج، طب الولد ده بالله عليك خليك انت مكان هذا الصبي، خليك من امه دلوقتي، خليك مكان الصبي. من الذي رزقك هذه الحسنات؟ هل طلبتها؟ هل كان يدور بخلد الرضيع انه يمكن ان يطلب حسنات؟ من الذي هيأ له هذه الحسنات؟ من اللي بعت له امه وابوه عشان ياخدوه معاهم يحج؟ طب هو عمل ايه يعني؟ ده هو متشال رايح جاي، ده بيتهزز طول ما هو ماشي، ما بيعملش أي حاجة، من الذي أعطاه هذا الفضل؟ هو بقى الذي اقتدره بالنعمة قبل أن يطلبها وقبل أن يستحقها، تبقى بادل عداد معاك وأنت عمال تنزل منه، توقع منه، توقع منه، وإذا كان إذا فعلت حسنة كانت بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وإذا فعلت سيئة العدل بيقول واحدة بواحدة، لكن بيقول لك لا، السيئة بواحد، السيئة بواحد والحسنة بعشر إلى 700، أي كرم من هذا؟ خلي بالك كل ده في العدادات، كل ده في العداد، إلى 700 ضعف، هم بحسنة فلم يفعلها، اكتبوها حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، طب هم بسيئة فلم يفعلها، لا ما تكتبوهاش، كان العدل اكتبوها برضه، لكن أنت بادئ مع الله بهذه الطريقة، وبعدين تيجي يوم القيامة تلاقي إن سجلك والعياذ بالله السيئات هي اللي طاغية،
يبقى العيب على مين؟ هل ينسب الشر إلى الله حينئذ بعد هذا كله؟ يقول لك لا، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم يقول له ما سكن في الليل والنهار. إيه اللي سكن في الليل والنهار؟ كل ما في السماوات وما في الأرض من جن وإنس وملائكة وطير وحيوان، كل ده ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. بعد كل ده قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، هو اللي بيرزقه، لو ما بيطلبش مننا حاجة، لو ربنا بيحاسبك على اللي بتاخده مش هتقدر تدفع، لو بيحاسبك على الأكسجين اللي بتتنفسه روح اسأل المستشفيات، لتر الأكسجين بكام للمرضى في المستشفيات الاستثمارية؟ الأكسجين مغشوش، مش هو الأكسجين الذي خلقه الله. هتدفع منين؟ من أين ستدفع فاتورة نور عينيك؟ وغيرك يتمنى لو دفع دماء قلبه حتى يبصر أولاده ولا يستطيع أن يبصرهم. كل هذا ينبغي أن تتصوره. أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم؟ قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لهم إن كل اللي شاغل الإنسان هذا المصير، مش كل اللي شاغل الإنسان نتيجة الثانوية العامة، لا، ما هيش كل حاجة. الذي تتمناه أنت قد يكون شرا لك، لكن ليكن نظرك على هذا اليوم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه فقد يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. هو ده الفوز، الفوز مش في أي حاجة تانية، الفوز في هذا كما قلنا من قبل. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أقول